أهلين، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم بسوي لكم أمبوكسينج من شركة كريستوفل وإن شاء الله يعجبكم. اوكي، فمثل ما تشوفون هاي كل الكاتلري اللي يكون مع المود اك، والحين خلنا نفتح الاك. اوكي، وحين بنفتح البوكس الثاني.
وبس والله هاي نهاية الفيديو، أتمنى عجبكم، وإذا حبيتوا أسوي فيديو ثاني تفصيلي عن طرق مختلفة تقدرون تستخدمون في هذا البلاتر بس خبروني في الكومنتس، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو ثاني.